المرمى، فرصة جول تسديدة. موهبة الإمبراطور القادمة هي من تتكفل بالتسجيل. غانم أحمد يسجل أول أهداف في المباراة، يسجل أول أهداف في الإمبراطور الأصفر، بدأ يظهر، يسجل هدف في هذه اللحظات في مرمى اتحاد قلبه، في مرمى اتحاد قلبه. لاحظ اللقطة بدأت من علي صالح، هيأها، لم تجد الطريق لأوراكو، سدد هنا في هذه اللقطة. غانم أحمد سدد الكرة في أحد عناصر لاعبي فريق نادي اتحاد قلبه، وفي من في كارتخينا، في كارتخينا الكرة غيرت الاتجاه ووصلت إلى شباك الاتحاد ليسجل فريق نادي اتحاد، فريق نادي الوسط. زوليت يرسل الكرة عرضية خطيرة أمام المرمى، بالراس، بالراس، بالراس يا حبيبي، بالراس. محمد سالم أو عبد السلام محمد يعلي الراس ويسجل هدف التعادل. النمور تبدأ بالظهور، تبدأ بالعبور، يسجل في هذه اللحظات عبد السلام محمد. عبد السلام، عبد السلام، الأولى ما نجحت بالرأس، والثانية لابد أن تنجح، لابد أن تنجح. الأولى اصطدت بالعارضة، والثانية سجلت عن طريق عبد السلام محمد برأسية جميلة جميلة، سكنت سباك الإمبراطور ووصلت. وبالتالي النمور تزور في هذه اللحظات مرمى، مرمى الفهود، وبالتالي يسجل فريق نادي اتحاد قلبه هدف التعادل، هدف التعادل. الله على مباراة